صحيفة القبس الكويتية كشفت عن المستخبي. الحكومة الكويتية هتمشي 2400 معلم ومعلمة من الكويت، 1900 هيمشوا بأمر الحكومة و500 هيمشوا بمزاجهم علشان استقالوا. طب ليه الحكومة الكويتية عملت كده؟ وإزاي الناس اللي تقرر إنها تمشي هتاخد باقي فلوسها من الكويت؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. طبعا انتوا زهقتوا كل شويه من اخبار الكويت واللي بيحصل للمصريين في الكويت، بس احنا لازم ننقل لكم اللي بيحصل للعماله المصريه هناك. ده دور الاعلام وواجبنا عليكم. موضوع النهارده عن 2400 معلم ومعلمه هيمشوا من الكويت، هيمشوا ومش معلوم مصيرهم هيرجعوا تاني ولا لا. كلام كتير طلع بخصوص ان ممكن ناس منهم ترجع تاني، بس لسه مفيش حاجه اكيده. الاكيد دلوقتي واللي قاله موقع اليوم السابع نقلا عن صحيفة القبس الكويتية ان في 2400 معلم ومعلمة هيمشوا من الكويت. المعلمين دول ما كانوش شغالين في تخصص واحد، لا ده كان في اكتر من تخصص، يعني لمدرس لغة عربية ولمدرس رياضيات وباقي المواد الدراسية المختلفة. حد فيكم هيجي في باله سؤال وهيقول هل المعلمين اللي هيمشوا دول فيهم مصريين ولا لا؟ والحقيقة المصدر اللي نقل المعلومات لموقع القبس الكويتي ما حددش بالظبط اذا كان فيهم مصريين ولا لا، بس احتمال لو قليل خالص ان يكون فيهم مصريين. انتوا عارفين ان في مصريين كتير شغالين في الكويت، ربنا ييسر احوالهم ويرزقهم، طبعا شقيانين على اكل عيشهم. المهم وعلشان تكونوا عارفين كل التفاصيل بالظبط، فال2400 شخص اللي هيمشوا من الكويت دول فيهم 1900 شخص كده كده انتهى عقدهم من الكويت وهيمشوا يجي مكانهم معلمين كويتة، ده على حسب كلام المصدر لموقع القبس الكويتي. أما ال 500 شخص التانيين اللي هيمشوا من الكويت فهم اللي هيمشوا برغبتهم، قدموا الاستقالة واتقبلت، وكل دول هيمشوا على آخر السنة كده، يعني السنة الجاية هتيجي وال 2400 شخص دول مش موجودين في الكويت. بالنسبة بقى لباقي فلوسهم وباقي حسابهم في الكويت، فاللي تقرر ليهم إنهم يمشوا من الكويت الناس دي هتاخد باقي حسابها، والحكومة الكويتية قررت إنها تديهم كل حسابهم قبل ما يمشوا، وكمان قررت إنها تنهي الإقامة اللي معلومة ليهم في الكويت، يعني كده كده ماشيين من الكويت في الأغلب مش هيكملوا لحد آخر السنة هناك. على حسب الخبر اللي نشره موقع القبس الكويتي، فال2400 شخص اللي تقرر ليهم يمشوا من الكويت الناس دي أخدت مهلة 3 شهور بس علشان تلم حاجتها من هناك، وكل واحد يخلص المعاملات اللي ليه هناك. يعني لو حد فيكم يعرف حد من اللي هيمشي من الكويت ياريت يبلغه إنه قدامه 3 شهور بس على ما يمشي، الثلاث شهور دول يلم فيهم حاجته كلها، ولو ليه فلوس في البنوك ولا حاجة ياريت يروح يشوف مصيرها. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو، واللي فيه نقلنا ليكم الكلام اللي اتقال ان في 2400 شخص هيمشوا من الكويت واحتمال يكون فيهم مصريين، وعرفناكم برضو ازاي الناس دي تقدر تتعامل خلال الفترة اللي جاية. ياريت تشيروا الفيديو ده على صفحاتكم وتعرفوا اصحابكم اللي في الكويت.